مباشرة ننتقل إلى ضيفنا السيد تركس تشوبيان وهو محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا. دعنا نبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن الأضواء تتسلط عليها من الدرجة الأولى في هذه الأيام. الله يسعد أوقاتك باعتبار ما يحدث فيها من تطورات، ودعنا نركز على محضر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضا، والذي يشير إلى أن أغلبية الأعضاء فيه يرون بأن الاتفاق المالي للاتحاد قد لا يكون ملبيا لحالة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. نود أن نستمع لوجهة نظرك في هذا الخصوص، وإلى أي مدى هذه الحالة الضبابية دعنا نقول الآن في الولايات المتحدة الأمريكية قبيل الانتخابات ستنعكس على المشهد الاقتصادي؟ نعم، عبر التاريخ شهدنا في عدة مرات وإثباتات كبيرة بحسب علوم الاقتصاد بأن البنوك المركزية لوحدها قد لا تكون قادرة على تحفيز الاقتصاد عندما يقع في ركود عميق، بل إن خطط التحفيز المالية التابعة للحكومات أمر ضروري جداً أجل الاستمرار في تحفيز الاقتصاد. وخلال الربع الثاني والربع الأول من هذه السنة وقع الاقتصاد الأمريكي في أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، ويوم أمس ضمن محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي بالفعل تم الإشارة إلى أن كل خطط الفيدرالي الأمريكي قد لا تكون كافية لإخراج الاقتصاد من تلك الأزمة. ورغم أن الاقتصاد الأمريكي حاليا في مرحلة من بعض التعافي، لكن هذا التعافي راهن باستمرار تحفيزات الفيدرالي من جهة، وكذلك التحفيزات الحكومية من الحكومة الأمريكية نفسها. وكانت الأسواق المالية خلال اليومين الماضيين أكبر إثبات على ذلك، فرغم أن الفيدرالي الأمريكي ما زال يتجه نحو سياساته التحفيزية للاقتصاد من خلال أسعار فائدة متدنية تاريخيا بين 0.25% في المئة مئوية، إلى جانب سياسات برامج شراء الأصول والتدعيمات الاقتصادية الأخرى في أسواق الريبو وغيرها بالمليارات من الدولارات، إلا أنه تم الإشارة وبشكل صريح إلى أن ذلك قد لا يكون كافي، بل أن الحكومة الأمريكية يجب أن تقر المزيد من الخطط الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد وتدعيمه وإخراجه من أسوأ ركود اقتصادي يمر عليه منذ الحرب العالمية الثانية. ويوم أمس شهدنا الأسواق المالية وتحديدا أسواق الأسهم والعائد المرتفع في الولايات المتحدة ترتفع مرة أخرى مع تجدد الأمال بخطط تحفيزية حتى لو كانت على شكل مشاريع قوانين جزئية، والتي منها ما يتعلق بقطاع الطيران ودعوات الرئيس الأمريكي أيضا لمناقشة بضع خطوات أخرى من أجل خطط تحفيز جزئية. ورغم أن المتداولين كانوا سابقا يطمحون إلى خطة تحفيزية كبيرة قد تكون 2.2 تريليون دولار بحسب مطالبات الحزب الديمقراطي أو 1.6 تريليون بحسب مطالبات الحزب الجمهوري، لكن الآن نرى تقبل واسع إلى ذلك من أجل الخطط حتى لو كانت أصغر مما كان يريد المتداولون سابقا، لكنها حاليا بالفعل سوف تكون نافعة وبشكل كبير للاقتصاد الأمريكي لضمان استمرارية التعافي الاقتصادي. وبذلك هذه الخطط التحفيزية سوف تكون ضرورية جدا جنبا إلى جنب مع خطط الفيدرالي الأمريكي التحفيزية لدعم خروج الاقتصاد تماما من توابع جائحة كورونا والركود الاقتصادي القوي الذي تعرض له خلال النصف الأول من هذه السنة. وبالتالي لو نظرنا للأسواق المالية وتحديدا أسواق الأسهم والعائد المرتفع، فربما سوف تتجاوب إيجابا مع أي أنباء توضح وتشير إلى اقتراب إقرار خطط تحفيز حكومية، لكنها قد تعود للتراجع مباشرة في حال عودة التشاؤم وعودة الانفصال بالآراء حول هذه الخطط التحفيزية. نعم، بالمقابل الدولار يعني قد ايه متوقع أنه يكون أداؤه أفضل بشهر أكتوبر سركيس، يعني إذا ما قررنا بفترات الانتخابات عادة اللي بتحدث بشهر أكتوبر، هل سيتلقى مزيد من الدعم برأيك؟ بالفعل خلال الفترات الماضية أو تحديدا خلال الانتخابات الثلاثة الماضية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية شهد الدولار الأمريكي ارتفاع، لكن لو نظرنا إلى أداء الدولار فقط على مدى الشهر الماضي سبتمبر فسوف نجد أنه ارتفع بحوالي 1.7%، وهذا الشهر شهدنا بعض الانخفاض والذي تم قياسه صباح هذا اليوم حوالي 0.3%، وهو انخفاض طفيف. لكن لنأخذ الآن حركة الدولار بصورة أوسع قليلا، منذ شهر
3 الماضي من هذه السنة 2020، فسوف نجد بأن الدولار الأمريكي اتخذ اتجاه هابط إجمالي، وذلك بسبب توجه المتداولين لأسواق العائد المرتفع، فحاليا عوائد السندات منخفضة، وكذلك العوائد والفوائد في البنوك التجارية قد لا تكون مناسبة لحفظ الثروات وحفظ الدولار كودائع بنكية أو في السندات الأمريكية التي عوائدها الحقيقية حاليا في السالب. وبالتالي نلاحظ أنه كلما ارتفعت أسواق الأسهم والتي فعلا ارتفعت خلال الأشهر الماضية، يتوجه المتداولون للبحث عن استثمارات في أسواق عائد مرتفع ويتخلون عن الدولار، حيث أن الدولار نلاحظ بأنه حاليا يشابه الين الياباني من ناحية التوجه له، حينما تحصل حالة انخفاض في الثقة لكن يتم الابتعاد عنه مثل الين الياباني عندما نلاحظ ارتفاع بالثقة. ومع الأداء الإيجابي الذي نشهده حاليا في مؤشرات الأسهم الأمريكية، من المحتمل للدولار ربما سوف يكسر قاعدة ارتفاعه مع كل شهر قبل الانتخابات الأمريكية، وربما تستمر عليه الضغوط الهابطة خلال الفترة المقبلة على المدى القصير على الأقل. نعم، طالما نحن نعرج على العملات سيركيس، دعنا نتحدث عن الليرة التركية التي تشهد تراجعات حادة وكبيرة. هل في تقديرك سيستمر أو ستستمر الليرة على هذه الوتيرة من الانخفاض، أم أنه من الممكن أن تعود ربما لترتفع من جديد؟ نعم، هنالك عدة مؤثرات على الليرة التركية. نبدأ أولا في متى انخفضت أو بدأت موجة الانخفاض الأخيرة في الليرة التركية. فقد بدأت موجة الانخفاض منذ شهر 11 عام 2018، منذ بدأت بعض الملامح التي تظهر انخفاض النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، وبدأ منذ ذلك الوقت حالة الانخفاض حتى جاءت سنة 2020 مع جائحة كورونا، ودخل الاقتصاد التركي في ركود تقني خلال الربع الأول والثاني من هذه السنة 2020 بعد انكماش بحوالي 11% خلال الربع الثاني، ويعتبر هذا انكماش قياسي في الاقتصاد التركي بحسب البيانات المسجلة. ثم تبع ذلك أيضا بعض التوترات السياسية في المنطقة التي تحصل حاليا، ومؤخرا سمعنا بأن هنالك مطالبات من عضو في مجلس الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وكذلك الديمقراطي، فهما عضوان يطالبان الآن في عقوبات أخرى على تركيا بعدما كان هنالك أيضا خلاف حول امتلاكها لصواريخ الدفاع S-400 الروسية، وهذا كله يضغط بشكل عام على الليرة التركية. ولا يجب أيضا أن ننسى التوترات الجيوسياسية في المنطقة حول تركيا، فهذا كله يضغط على الليرة التركية. حتى أن البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 10.25%، لكن هذا لم يكن كفيل في إيقاف الاتجاه الهابط على الليرة التركية. ولو نظرنا إلى الاقتصاد في نظرة عامة، بالفعل الاقتصاد التركي حاليا يشهد بعض التعافي، لكن ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، السياحة أيضا ما تزال ضعيفة، وهذا قد يبقي على الضغط على الاقتصاد التركي في وقت نشهد فيه توترات جيوسياسية كبيرة. لننظر إلى حركة الليرة التركية الآن كمستويات فنية بزوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية. فبحسب التحليل الفني، تداول الزوج فوق 7.6، أي 7.6 ليرة للدولار الواحد، قد يسبب المزيد من الانخفاض للليرة التركية مقابل الدولار، وهذا يعني احتمالية أن نرى مستويات فوق 8 ليرات تركي بالنسبة للدولار الواحد، حيث أن ذلك مرجح بحسب التحليلات الفنية والظروف الاقتصادية والسياسية الحالية في تركيا. نحن نشكرك السيد سيركيس تشوبريان، محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. شكرا جزيلا.